أنا المرأة التونسية، أنا الحرة، أنا المثقفة، أنا الجامعية والطبيبة والعالمة، أنا الحقوقية، هي الصورة الجميلة عن ابنة تونس، ولكنها لم تحجب واقعاً آخر لها، المرأة المعنفة، إحصائيات صادمة عن انتهاكات جسدية ومعنوية ونفسية تتعرض لها المرأة في المجتمع التونسي. الديوان الوطني للعمران البشري يعني قبل ثورة أنجز دراسة على العنف المسلط على النساء، وأيضا مركز الكريتيف في 2015 عمل دراسة على العنف ضد النساء في الفضاء العام. النتائج اللي توصلت لها زوز دراسات، باش نقولوا دراسة قبل الثورة ودراسة بعد الثورة، جاءت نتائجها متقاربة، أن المرأة يعني مرأة على اثنين تتعرض إلى العنف. ما فماش حاجة غريبة، وتولي ما عادش ترى حاجة غريبة، ترى بشاعة. يعني انت وقت اللي احيانا تسمع بالتعذيب اللي يصير للنساء في السجون وللناشطات الحقوقيات والسياسيات في السجون، اللي هو شكل من اشكال القمع ومن اشكال التعذيب وتمسوا فيه نساء، لكن فما نساء يوميا تعيش اشكال القمع والتعذيب هذيك، فما نساء يوميا تعيشوا مع رجالها، فما نساء يوميا تعيشوا من خوها من اختها من العائله، معناتها اختها ولا امها ولا اللي تحمل العقليه الذكوريه الابويه اللي تخلط تسمح لها بس تضطهد الإنسانة هذيك على خاطرها امرأة. اليوم في تونس عندنا أشكال، راهو العنف ياخذ أشكال متعددة، فما الجسدي، فما النفسي، فما الجنسي، فما معناتها نساء متعرضات لكل أشكال العنف من مختلف المستويات الاجتماعية، راهو ما تفرقش المرأة القارية على اللي ماهيش قارية، وراهي ما تفرقش المرأة اللي تخدم عاملة تنظيف، مع احترامنا لكل عاملة التنظيف، على الأستاذة الجامعية، راهو كل النساء عرضة للعنف. أرقام مفزعة حول العنف المسلط على النساء. فقد كشفت دراسة صدرت تحت عنوان العنف المبني على النوع الاجتماعي في الفضاء العام، نشرها مركز الدراسات والبحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة في مارس 16 و2000، أن 53% من النساء تعرضن للعنف في الفضاء العام، وأن 41% من النساء المستجوبات تعرضن إلى العنف في الجسدي في الأماكن العامة، فيما عاشت 75% منهن عنفا جنسيا في الفضاء العام، أي في الشوارع وفي الأماكن العامة. نساء ضحايا العنف الزوجي، نساء ضحايا العنف العائلي، نساء ضحايا الفقر، الأمهات العازبات اللي لليوم المجتمع مازال ما قبلهمش، والعائلة ترفض الأم العزباء، دونك تلقى روحها في شارع هي وصغير اللي جابته، وإلا الصغار البنات اللي عاشوا بطبيعتهم طفولة من مركز لمركز، صغار من أولهم فاقدي سند. العنف ضد النساء في الشارع خطر يترصدهن بأنواع وأشكال مختلفة، نتائجها واحدة، انتهاك لحريتها، لحرمتها، ضحيتها امرأة، قدرها أن تكون امرأة. فقد بيّنت دراسة أن 36% تعرضن إلى عنف لفظي و 38% إلى عنف نفسي. كما بيّنت الدراسة أن توزيع العنف في الشارع كان بنسبة 14% عنف جسدي و 10% عنف جنسي. لا يقتصر العنف ضد المرأة في أشكاله البارزة، وإنما أيضا في التمييز على مستوى الرواتب مقارنة بالرجل، إذ يمنع قانون الوظيفة العمومية والذي ينظم العمل في القطاع الحكومي والصادر في عام 83 و900 ألف في فصله 11 أي شكل من أشكال التمييز بين الرجل والمرأة. بالنسبة للعنف الاقتصادي ضد المرأة، لاحظنا
الدراسات بينت انه هناك تمييز على مستوى التأجير، تأجير على مستوى يعني هو تمييز جنسي، اي ان المرأة تعمل نفس العمل مع زميلها الرجل لكن هو يتقاضى أجرة أكثر. لاحظنا أنه في القطاع العام ما عندناش التمييز على أساس الجنس، لكن في القطاع الخاص موجود. وعلاش موجود؟ وراه احنا برشا يتبادر إلى ذهنا أنه الظاهرة معنية بها المرأة في القطاع الفلاحي، يعني صحيح هي معنية بها خطر فئة النساء في الفلاحة هي أكثر، لكن زاد راهو في القطاعات الأخرى زاد كيف كيف هناك تمييز، يعني المرأة المهندسة، المرأة العاملة في مؤسسات اقتصادية، يعني شنو تعاني؟ تعاني أنه هناك تمييز. علاش هناك تمييز؟ على خطر المنظومة الحالية مجال الشغل تعاقب المؤجر عندما لا يحترم الأجر الأدنى القانوني، فهو يحترم الأجر الأدنى القانوني وفي المقابل يميزه في الأجرة خاطر ما ثماش فمش قانون يجرب. جاء المشروع القانوني الحالي وتفطن لهذه الثغرة نتيجة الدراسات ونتيجة التشكيات اللي توصلنا وتوصل زاد كيف كيف الجمعيات، يعني القانون يعني نظم هذه المسألة وجربها مثلها، وهذا من شأنه أنه يعني يحمي المرأة من العنف الاقتصادي. كشفت دراسة أنجزتها الجمعية التونسية للحراك الثقافي حول انتهاكات حقوق المرأة العاملة في القطاع الزراعي الخاص عن تمييز في الأجور بين النساء والرجال بلغ 99%، كما صرحت 36% منهن أنهن يمارسن عملا يمثل خطورة على الصحة. هذا الواقع الذي تعيشه المرأة في تونس والذي أبرزته الأرقام والإحصائيات دفع بوزارة المرأة في منتصف شهر جويلية الماضي إلى تقديم مشروع قانون جديد إلى مجلس نواب الشعب. تم انعقاد مجلس الوزراء يوم 13 جويلية 2015 وصادق عليه، يوم 27 جويلية تم إحالته على مجلس النواب وهو الآن محل نظر من مجلس النواب، وتم يوم 2 فيفري 2017 للاستماع إلى السيدة وزيرة المرأة ويعني في مجلس النواب من قبل لجنة الحقوق والحريات، وعرضنا هذا القانون وكان هناك يعني تشارك وهناك قناعة كبيرة حول الجدوى من هذا القانون. كما يعرف مشروع القانون الجديد العنف ضد المرأة بأنه كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس، والذي يتسبب بإيذاء أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة، ويشمل أيضا التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات سواء في الحياة العامة أو الخاصة. بالنسبة للجانب الحماية كنا نعرفوا أنه يعني في المنظومة الحالية المرأة ضحية العنف لها حقين فقط، الحق في التتبع والحق في طلب التعويض إذا تم مقاضاة المعني بالأمر، غير ذلك لا تنص المنظومة الحالية على أي حق آخر. في خلاف للمعايير الدولية تنص على الجملة من الحقوق الفائدة للمرأة ضحية العنف، أولها القرارة الحماية. ما معنى القرارات الحماية؟ أن المرأة التي تكون ضحية العنف من حقها أن تستصدر من القضاء قرار لمنع الجاني من الاقتراب منها، لمنع الجاني من الاتصال بها، وهذا من شأنه أن يحميها مستقبلا من التعرض إلى العنف في مشروع القانون. وهذا وزارة المرأة يعني النقطة الإيجابية والقوة هذا القانون أنه تضمن هذه الركائز الأربعة لحماية المرأة من العنف، باعتبار أن المنظومة الحالية لا تمكن القضاء من إصدار قرارات الحماية لفائدة المرأة، خلافا للقوانين المتطورة لها مثل هذه الإجراءات. وكلنا نعرف أن عديد الاعتداءات تتعرض لها المرأة تصل إلى عملية القطع. لو كان هناك يعني في المنظومة الحالية إمكانية اتخاذ قرارات لمنع الجاني من الاتصال من الضحية، لمنع الجاني من إسقاط الجاني الذي يسلط عنف جنسي ضد أطفالها من حقه في الحضانة، هذا من شأنه أن يحمي المرأة في المستقبل من تعرض إلى العنف.
كل هذه مساع لتعزيز ضمان حقوق المرأة وحمايتها، مهم من ذلك خاصة إذا ما ترافق بتوسيع العمل الشبكي بين مختلف الأطراف الحكومية والجمعياتية المعنية بأوضاع المرأة والأسرة عامة للاستجابة لحاجية المرأة المعنفة وتوفير الإحاطة الصحية والاجتماعية الشاملة لها. فما اللي باش يرافقوهم يا إما مرافقة قانونية عنا وحدة إصغاء قانوني وأكسي على جوستيس، مش نقفوا في أن نسمع ونوجه عنا المحامين متاع الجمعية، عنا عدل منفذ، عنا في إطار شراكة مع أفوكات سان فرونتيير لو بروجي متاعهم اسمه عدالة، وكيف كيف المحامية متاع جمعية بيتي. دونك هذا المرافقة القانونية، عنا أخصائية نفسية للجمعية دونك توفر لهم الدعم النفسي. كيف كيف نخدموا على التكوين متاع نساء هذوما أنهم يحصلوا في ديهم كفاءة مهنية اللي تنجم معتش أنت تقعد فركسلها كين باش تخدم في خدمة بخيكيخ أكثر من الوضعية متاعها هي، تولي أموا عندها حاجة في يدها تنجم تبني عليها، تنجم ترافقها في أمونتاج دو بروجي، تنجم تشوف مع توا ولا فما ياسر جمعيات متاع تمويل قروض صغرى وكل تخدم حتى حاجة في دارها وتبيع أموا باش تنجم تعمل شوية استقلالية مادية، وانت تعرف الاستقلالية المادية هي اللي تنجم تخليها تحسن وضعيتها. دونك هذو منساء اللي رافقوهم اللي نسميوها احنا اون امبيولاتوار، تمشي وتجي، تنجم تكون مستقرة في دارها، تنجم. وفما اللي ناخذوهم في الإيواء، عندنا في مركز الإيواء حسب لي موداليتي اللي قلت لك عليهم الأربعة متاع الإيواء، لانسيرسيون، لا ستابيليزاسيون، لو ترانزيت اي لورجونس. رغم أن خطوة المرأة المعنفة تكون خطوة المضطربة الخائفة والتائهة، إلا أنها تجد في هذه المراكز والجمعيات ملاذا لها، كمركز الإصغاء التابع لجمعية النساء الديمقراطيات. المركز هذا اليوم هو مركز قائم بالأساس على مبدئين اللي هو احترام قرار النساء واحترام سرية الملفات متاعهم. المرأة اللي تتواجه، احنا جمعية مجتمع مدني، مانيش نقدموا في خدمات كبيرة في 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 بلاصة الدولة، لكن نقدموا الخدمات اللي نقدروا عليها. الحاجة الأساسية والخدمة الأساسية اللي نقدموها للنساء هي الاستماع التضامني. علاش نقولوا استماع تضامني؟ على خاطر نسمعوا المرأة بطريقة اللي ما نذنبوهاش، ما نحملوهاش وزر ما تتحملوا ديجا هي، ونعرفوا ان المجتمع نظرا لانه مجتمع ابوي، مجتمع ذكوري بالاساس، راهو بالضروره فما تمييز ضد المراه، وفما معناتها عنف متمارس على النساء هذوكم. النساء هذوما من خلال حصص الاستماع اللي يقوموا به، معناتها مناضلات في الجمعيه، هما مش بالضرورة متخصصات لكنهم يحملوا مقاربة نسوية، مقاربة تناهض العنف المسلط على النساء. مع المرأة هذه، المرأة اللي تتوجه للمركز يحاولوا يشوفوا شنو ما مشاكلها، ينظموا معها أفكارها ويحددوا ويسوغوا معها شنو مطالبها، ويفسروا لها معناتها حدود الجمعية وين، شنو اللي تنجم تعملوا شنو ما تنجمش تعملوا. بألوانه وبزينته جعل هذا المركز لتشعر المرأة وكأنها في بيت يأويها، شقة مقسمة إلى مساحات صغيرة صممت بعناية حتى تتمكن النسوة من تحرير ما بداخلهن وتوجيههن على النحو الأفضل. فيما يتعلق بالتوجيه، فما التوجيه والإرشاد القانوني يقوموا به محاميات عضوات في لجنة مناهضة العنف، عضوات في الجمعية، يقوموا بالتوجيه وإرشاد، يفسروا للنساء ما لهن وما عليهن على المستوى في القانوني. وإذا كان النساء يطلبوا ولا حسب تقدير المستمعة، فما زادة الإحاطة النفسية تقوم بها زادة كيف كيف، مختصات في علم النفس، عضوات في لجنة مناهضة العنف، هما اللي يقوموا بالإحاطة النفسية بالنساء. وفما توجيه اللي عنده نقوله نحن الطابع الاجتماعي. نحن الحقيقة ما نقوموش بالعمل الاجتماعي، سبا ان اللي نعملوه ماهوش ترافاي سوسيال. نحن عندنا مقارنه، عندنا مقاربتنا، عندنا بدائلنا، عندنا طرحنا على المستوى القانوني، عندنا تصور مجتمعي كامل، لكن ما نقوموش بدور الدوله. نقوم بتوجيه النساء نحو مؤسسات الدوله، وزاره الشؤون الاجتماعيه، وزاره المراه، حسب طلب المراه،
نرافقوا المرأة وإلا نعاونوها كيفاش تصب شكاية، كيفاش تمشي للمحكمة، نعاونوها بمراسلة المندوب حماية الطفولة إذا كان الأطفال في خطر، بمراسلة لصناديق معناتها مش صناديق لتيسيس الضمان الاجتماعي إذا كانت تتمكن من مساعدة ظرفية، توجيه إلى جمعيات أخرى حسب مشكل المرأة، التدخل يعني ديما نحاولوا ندخلوا معها في مستويات اللي تضمن حاجتين. الحاجة الأولى أنه نحن كما كنت نحكي ما نلعبوش دور الدولة، والحاجة الثانية أنه هي تضمن استقلاليتها. منذ الدخول تعترضك ملصقات تندد بالعنف ضد المرأة وتدعوها للدفاع عن حقوقها. وبالأساس ركزنا على اللون الأبيض خاطر وعلى الإضاءة متاع المكان، نزدنا في الإضاءة خاطر هي تجي معنفة تعبة، ماذا بينا فضاء يساعدها باش ترتاح وتتكلم، وإحنا بيدنا زادة اللي نخدمه فيه زادة خاطر معناتها ماذا بينا اللون اللي إحنا بيدنا نرتاح فيه. ومن أصعب العقبات التي تعترض المرأة المعنفة مكان تأوي إليها، ومن المراكز النادرة التي توفر لهن مسكنا مؤقتا مركز الإيواء التابع لجمعية بيتي. التسمية ما كانتش تسمية من الفراغ، قبل كان فما مراكز انصات للنساء دي سيلول دي كوت، وكان المشكل اللي اعترض وبالذات في جمعية نساء الديمقراطيات اللي اعترضهم كيف يجيوا نساء هذوما وتجيك مرأة ضحية عنف وما عندهاش وين تبيت. ومن هنا بديت فكرة أنه باش تصير جمعية، باش تكونت الجمعية بيتي باش ويكون فيها الإيواء، والإيواء هذا سكن فيه برشا plusieurs modalités d'hébergement. عنا الإيواء الاستعجالي، الإيواء دو ترانزيت، الهبرجمون دو ترانزيت هو للنساء الأجنبيات اللي موجودات في تونس ويلقاو رواحهم في وضعيات حرجة ويفقدوا سكن متاحهم لأي حاجة، يا إما ضحية عنف زوجي، يا إما ضحية التجار، يا إما ظروف صعيبة فقدت العمل متاحها. دونك نجمو ناخذوها في الإيواء بيان سور بالتنسيق مع منظمات دولية اللي موجودة في تونس وتشتغل على الأجانب في انتظار أنه يتم ترحيلهم البلدانهم، وهذا راه ماهوش ترحيل قسري، سي ان غوتور فولونتير، تدخل معنا في المنظمة العالمية للهجرة. وفما لبرجمون دو ستابيليزاسيون، من هنا لا ستابيليزاسيون الاستقرار، ناخذوا فيه نساء اللي باش تستقر وباش تبني معاها مشروع حياه، خاطر لو بلوز امبورطون مش انه المراه تجي وتسكنها، اما كيفاش باش تخرج المراه هذه تعيش في ظروف اكثر بكرامتها. الحق هذا فيش يتمثل؟ يتمثل انه المراه كي تتعرض الى العنف وما يكونش عندها مأوى آمن، من حقها على الدولة أن توفر لها مكان آمن. والحقيقة لهنا يعني باش نقولوا يعني يعني مسار ماشية فيه الدولة التونسية هي الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المجتمع المدني. بالنسبة لمراكز الإيواء يعني احنا التجربة الأولى في تونس كانت تجربة المجتمع المدني، هو الذي وفر هذا الفضاء بالنسبة لنساء ضحايا العنف. الآن يعني احنا كدولة وكوزارة المرأة يعني اخذينا على عاتقنا هذا الوفاء بهذا الواجب إزاء المرأة ضحية العنف، وأنشأنا مركز الأمان لحماية المرأة ضحية العنف، وهذا يعني عنده يعني يأوي النساء ضحايا العنف. وتوجه جديد لوزارة المرأة أنها كرست الشراكة بين الوزارة والمجتمع المدني. نجمو نربطو العنف بالإيواء، علاش؟ على خاطر المرأة تقعد ضحية عنف وتقبل العنف هذاك وحتى كان تشكي ويتحكم عليه ويوصل عندها راهو حكم جزائي على الراجل هذاك ولا على الخو ولا معنى كلكو سوال عبد اللي عنفها، شنو علاش المرأة تسامح؟ سوختو كان باش نحكيو على عنف زوجي، مرأة معاها صغار ومرأة ما عندهاش لب باش تكري، لا مش باش تكري، باش توصل تعمل تاخذ حقوقها، توصل تعمل محامي وعدل منفذ وتدخل للمحكمة وتمشي وتجي وكل ما توصلوش هذاك الكل. دونك اليوم المرأة كيف تلقى
وين تكن راسها تولي تجري باش تاخذ حقوقها. إبلاغ المرأة عن العنف الذي تتعرض له هو في حد ذاته خطوة وتحرر من خوف لازمها، خصوصا وأنها تتحول للأسف في كثير من الحالات من ضحية إلى مذنبة، وهي في حاجة إلى تلقي الدعم والمساعدة لفضح هذه الجرائم المرتكبة في حقها، خاصة وأن العنف المسلط ضد النساء هو أمر واقع يعده البعض وصمة عار على بلد يلتمس خطاه نحو ديمقراطية تنادي بالمساواة بين الجنسين.